السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنحل مع بعض الكويز الخاص بمنهج الانجليش كونكت برايمري 4، الصف الرابع الابتدائي في الترم الاولاني ترم 1، وده نموذج من نماذج الامتحان الخاصة بالوزارة عن شهر اكتوبر ونوفمبر اللي احنا بنمتحنهم في شهر ديسمبر. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بيقول لنا هنا read and choose the correct answer from A, B or C. هنقرأ ونختار الإجابة الصحيحة من A و B و C. أول حاجة بيقول لنا farmers grow، المزارعين بيزرعوا. نقط and onions. toys لعب، ولا computers كمبيوترات، ولا tomatoes طماطم. طبعا tomatoes. سي نمبر 2 بيقول لنا we chew food with our، احنا بنمضغ الطعام with our ايه، nose ولا eyes ولا teeth؟ شاطرين طبعا teeth. نمبر 3 بيقول لنا my friend has a burn اللي هو حرق في ايده، hold her hand under not water، يبقى بتحط ايدها، بتفضل تحط ايدها لما ايدها تتحرق او تتلسع، يعني تحط ايدها تحت under اي water، cold water ولا hot water ولا warm water؟ سطرين cold water. طيب number 4 بيقول لك camels الجمال are not than horses، they are about 2 meters. الجمال slower ولا faster ولا taller than horses؟ وبعدين بيقول لك هما حوالي 2 متر، they are about 2 meters. شاطرين هما taller. طب في رقم 5 بيقول لنا the plant cell is very نقط، وبعدين we use microscope to see it، small ولا short ولا big؟ البلانت سيل اللي هي خلية النبات، خلية من خلايا النبات اللي هي وحدة تكوين جسم النبات، is very small ولا short ولا big؟ شاطرين طبعا is very small. رقم بي بيقول لنا read and choose the correct answer from A, B or C. بيقول لنا هنا في number 1 we eat breakfast in the، احنا بناكل الفطار in the ايه بقى؟ evening في المساء ولا morning صباح ولا afternoon بعد الظهر؟ شاطرين طبعا morning. Number 2 بيقول لنا ندى loves fruits، ندى بتحب الفاكهة and vegetables والخضروات. She is not، she is ايه بقى، healthy بصحة جيدة ولا unhealthy ولا scary، scary مخيفة؟ شاطرين طبعا هي healthy او بصحة جيدة لانها بتحب الفروتس والفيجيتابلز. طب نمبر 3 بيقول لنا we have two نقط، they help us to breathe. we have two ايه بقى، noses ولا teeth ولا lungs؟ احنا عندنا two ايه، عندنا اتنين من الانف ولا اتنين من السنان ولا رئتين؟ they help us to breathe، هي بتساعد، هما بيساعدونا ان احنا نتنفس. شاطرين طبعا we have two lungs، احنا عندنا رئتين بيساعدونا ان احنا نتنفس. طيب number 4 بيقول لنا our house بيتنا is very old، قديم قوي. we want to، احنا عايزين نقط it، we want to ايه بقى، repaint يعني نعيد دهان ولا redo ان احنا نعيد عمل ولا ريريد ولا ريريد ولا ريريد ريريد يعني نعيد قراءة؟ شاطرين طبعا repaint it احنا عايزين نعيد دهانه مرة تانية. طب number 5 بيقول لنا we use the نقط to make things bigger، احنا بنستخدم ايه عشان نخلي الاشياء اكبر؟ plant cell خلية النبات ولا microscope الميكروسكوب ولا pen؟ شاطرين طبعا مايكروسكوب، احنا بنستخدم المايكروسكوب علشان نخلي الحاجات اكبر او to make things bigger. طب سي بيقول لنا برضو choose the correct answer، فبيقول لنا هنا في number 1
we use our احنا بنستخدم our نقط system to digest food. احنا بنستخدم انهي جهاز من اجهزتنا علشان نعمل digest للفود او نهضم الطعام؟ ال respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي، ولا ال digestive system الجهاز الهضمي، ولا ال heart او القلب بتاعنا؟ شاطرين طبعا. We use our digestive system to digest food. طيب number 2 بيقول لنا rhyme gazelles have big ears and long ايه بقى؟ coats ولا horn ولا horns ولا hooves؟ شاطرين طبعا. هي عندها long horns او قرون طويلة هي كمان، يبقى عندها big ears اذان كبيرة ولونج horns او قرون طويلة. طب number 3 بيقول لنا some seeds بعض البذور can نقط on water، كان ايه بقى؟ كان stick ولا move ولا float؟ stick يعني بتلتصق، move يعني بتتحرك، وفلوت float يعني بتطفو. شاطرين طبعا. كان float on water، on water على سطح المية. طب number 4 بيقول لنا a snake is، السنيك اللي هو الثعبان is not dangerous than a fox. is ايه بقى؟ is more dangerous ولا most dangerous ولا least dangerous؟ طبعا احنا عرفنا في الكومباريتيف او في صفات المقارنة ان هي اسمها more dangerous او اكثر خطرا او اكثر خطرا than a fox من الثعلب. يبقى snake is more dangerous than a fox. طب number 5 بيقول لنا we نقط the plant every day. We نقط ايه the plant every day؟ we water the plant every day ولا read بنقرأ ولا look بننظر؟ شاطرين طبعا. احنا we water the plant every day او احنا بنسقي النبات كل يوم، لان طبعا هو لازم نسقيه عشان ما يموتش. طب عندنا number D بيقول لنا read and choose the correct answer برضو. فبيقول لنا في number 1 our heart قلبنا نقط blood around our body. our heart بيعمل ايه لل blood around our body؟ breathes ولا exercises ولا pumps؟ شاطرين طبعا. pumps بيضخ الدم around our body حول جسمنا في انحاء جسمنا. طيب في number 2 بيقول لنا I eat vegetables، انا باكل الخضروات، not exercise so exercise ولا and exercise ولا or exercise؟ شاطرين طبعا and exercise. يبقى انا باكل خضروات بلعب التمارين، I eat vegetables and exercise. في number 3 بيقول لنا not are green، not are green leaves اللي هي اوراق النبات green، ولا roots اللي هي الجذور green، ولا soil اللي هي التربة هي الجرين؟ شاطرين طبعا. leaves are green او اوراق النبات هي خضراء لونها اخضر. طب number 5 بيقول لنا we not chickens in Egypt، we produce ولا raise ولا grow؟ شاطرين طبعا. we raise احنا بنربي chickens in Egypt الدجاج في مصر. الفارمرز عندنا بيربوا الدجاج في المزارع بتاعتهم. we raise chickens in Egypt. طب number 5 بيقول لنا camels have large flat نقط so they can walk on the sand، علشان كده هم يقدروا يمشوا على الساند او على الرمال. يبقى الكاملز have ايه بقى؟ ايه الكبير والمسطح عندهم ويقدروا يمشوا بيه على الساند او على الرمال؟ hands ولا feet ولا legs؟ شاطرين طبعا. feet، feet عندهم أقدام كبيرة ومسطحة large and flat so they can walk on the sand، علشان كده بيقدروا يمشوا على الساند أو على الرمال. طب عندنا في number E بيقول لنا read and choose the correct answer. tomatoes have نقط inside. tomatoes have إيه بقى؟ flowers ولا leaves ولا seeds؟ لما تفتح التوميتوز كده من جوه هتلاقي جواها flowers، هتلاقي ورد ولا leaves أوراق شجر ولا seeds بذور؟ شاطرين طبعا seeds. يبقى هي have seeds inside أو جواها بذور. طيب number 2 بيقول لنا elephants الأفيال are not than dogs.
ار ايه بقى؟ ثاينر يعني ارفع ولا بيج ولا بيجر؟ شاطرين طبعا، ار بيجر ذان دوجز او اكبر من الكلاب. طب نمبر 3 بيقول لنا نقط grow vegetables for us to eat. مين بقى اللي بيزرع النباتات؟ مين بقى اللي بيزرع الخضروات لينا علشان ناكلها؟ الانجينيرز ولا الفارمرز ولا الدكتورز؟ شاطرين طبعا الفارمرز. Farmers grow vegetables for us to eat. طب نمبر 4، we breathe، احنا بنتنفس air through our، الهواء من خلال nose ولا ears ولا eyes؟ شاطرين احنا بنتنفس الهواء through our ايه؟ our nose. شاطرين احنا بنتنفس الهواء through our nose. طيب في نمبر 5 بيقول لنا we have نقط in the morning، احنا عندنا ايه في المورنينج بتاعنا؟ اللانش ولا الدينر ولا البريكفاست؟ شاطرين البريكفاست، احنا بنفطر الصبح، ف we have breakfast in the morning. طب في F هنا بيقول لنا choose the correct answer from A, B or C. بيقول لنا في نمبر 1 we should not food well. We should ايه بقى؟ chew نندغ ولا breathe نتنفس ولا drink نشرب food well؟ شاطرين طبعا we should chew food well، احنا لازم نندغ الطعام كويس. طب في نمبر 2 بيقول لنا we use our respiratory system to، احنا بنستخدم جهازنا التنفسي ل digest ولا smell ولا breathe؟ شاطرين طبعا احنا مش احنا بنستخدمه علشان breathing، فهو احنا بنستخدمه to breathe. Snakes are birds ولا dangerous ولا plants؟ ال snakes are ايه؟ شاطرين طبعا dangerous، خطيرين. The four بيقول لنا how not is a horse. How not is a horse؟ It is about 459 kilograms. It is about 459 kilograms. يبقى how ايه؟ how long ولا heavy ولا happy؟ شاطرين how heavy. How heavy is the horse؟ قد ايه وزن الحصان؟ فبيقول لك هنا وزنه 459 كيلوغرام او 459 كيلوغرامز. طب نمبر 5 بيقول لك what is the نقط animal in the world. What is the ايه بقى؟ the big ولا bigger ولا biggest؟ شاطرين what is the biggest animal in the world، ايه هو اكبر حيوان في العالم؟ وفي نمبر جي هنا بيقول لنا choose the correct answer برضو. We breathe through our eyes ولا stomach ولا nose؟ احنا بنتنفس عن طريق ايه بقى؟ عرفنا من شوية our nose. We use the نقط of camels to make clothes. احنا بنستخدم ايه من الجمال علشان نصنع ملابس؟ to make clothes. We use بقى meat اللحم ولا milk اللبن ولا fur fur الفرو؟ شاطرين we use the fur of camels فرو الجمال to make clothes علشان نصنع الملابس. Number 3 بيقول لنا camels الجمال have large flat. large flat ايه؟ احنا عرفنا من شوية feet ولا eyes ولا cars؟ شاطرين طبعا large flat feet، زي ما قلنا من شوية اقدام كبيرة ومسطحة علشان تساعده يمشي على الرمال. With number 4 بيقول لنا we use our نقط system to digest the food we eat. احنا بنستخدم ايه علشان نهضم الطعام اللي احنا اكلناه؟ respiratory التنفسي ولا digestive الهضمي ولا الهارت القلب؟ شاطرين طبعا we use our digestive system to digest the food we eat. وبكده نكون حلينا الاسئله الجميله دي وعرفنا شكل الاسئله عامله ازاي. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهارده. انا سايب لكم اللينك بتاع الكويز ده كامل بالاجابات النموذجيه بتاعته في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعه بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.